هو الاختيار باش نتكلموا اليوم على هذه الوجبه، لانه هي اول وجبه اللي خصنا نتناولوا، لان غدا ان شاء الله رمضان. دونك ركزنا عليها لان بزاف ديال الناس تيتجاهلوا هذه الوجبه المفيده للجسم. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم عبثا ان تسحروا فان في السحور بركه، وما تقلناش بان عجلوا بالفطور و اخر السحور اخر السحور. دونك هنا سنعرفوا بان هذه الوجبه عندنا مده قصيره ما بين اذان المغرب واذان الفجر، وبزاف ديال الناس كيقولوا كيعكزوا او لا كيحلوا كيحسوا بواحد حاله تعب وارهاق او كينعسوا، ممكن كيتفاداو هذه الوجبه وما كيعرفوش يعني القيمه الغذائيه ديالها. دونك خصنا نعرفوا شنو هي الدور ديال هذه الوجبه، شنو هو الوقت اللي خصنا ناخذوا فيها وكيفاش نركبوها. اذا نبدا بالاهميه ديالها. الاهميه ديالها بان الناس بزاف تيشكيو في وسط اليوم بان عندهم واحد الاحساس بالجوع بالعطش بالارهاق يعني واحد الالم فظيع في الراس، وخصوصا ان ابتداء الساعه بعد الزوال يعني بعد صلاه المغرب كيحسوا بواحد الارهاق وبواحد بعض الناس يقول لك هبط لي السكر او هبط لي الطونسيون. انا نعرفوا بان الافاده ديال هذه الوجبه هي ان كتعطي الانسان واحد الوجبه سريعة اللي خصها تكون فيها واحد الهيدروكربونات موجودة باش تعطيه السكر اللي يستعمل غير يفيق الواحد غير لان من بعد وجبة السحور ومن بعد صلاة الفجر الواحد إذا كان ممكن يرجع ينعس، إلا ما كانش عنده شغل ما كانش غيخرج من البيت، من الأحسن يرجع ياخذ واحد القسط ديال النوم باش يعاود يسترجع الراحة ديالو. دونك هذاك النوم فاش تينوض باش يمارس العمليات ديالو العادية ديال الحركة خصو واحد النسبة ديال السكر تكون حاضرة في الجسم. دونك إلا ما كانش عنده وجبة السحور شنو كيعمل؟ كيمشي يقلب في ذاك لي ريزيرف أو الستوك اللي السكر في الوجبة ديال الفطور. دونك تيرجع يقلب على ديك الطاقه، وفاش تيجيب ديك الطاقه او لا بعض المرات ما تيكونش عنده نسبه السكر نسبيا يعني متوازنه في الجسم كيدوز يحرق في الدهنيات، وهذا كله كيطلب منه مجهود، وهذا ماشي هو اللي بغينا احنا في هذا الشهر المبارك. كيف كنا احنا بغينا الطمانينه، بغينا التفاؤل، بغينا كل شيء كيهضر على الصحه. دونك عندنا في الاولويات الصحه ديالنا. دونك الا بغينا نعزوا المناعه ونهضروا على عمليات الديتوكس، انا غادي نوصل الفكره للمستمعين بان هذاك السكر اللي كيجي غير كنوضوا من النعاس باش نستعملوه ما كيجيش بوحدو، كيجيو معاه فيتامينات، كيجيو معاه املاح معدنيه باش نقدروا نقوموا بعمليه الديتوكس اللي حنا بغينا نحققوها في اليوم، نحسوا بشويه ديال العطش، نحسوا بشويه ديال الجوع، لان ماشي معقول ان الناس يقلبوا في وجبه السحور ياخذوا واحد الكميه هائله ديال الماء، كميه هائله ديال الماكولات باش ما يجيهمش الجوع والعطش، هذا ماشي هو المراد من شهر رمضان. الجوع والعطش ضروري نحسوا بهم. وعلاش نحسوا بالعطش؟ لان الماء هو اللي كيدير العمليات الكيميائيه والفيزيولوجيا في الجسم باش نقوموا بعمليه التنظيف. شوفوا فاش نبغيو نطفوا البيت خصنا الماء، نفس الشيء. دونك ديك الوجبه ديال السحور من اهم الوجبات، لان كيف قلت تجيب لنا طاقه، كتجيب لنا معادن، كتجيب لنا فيتامينات، كتعطينا واحد الشعور بالهضم البسيط، لان الا خدينا فيها نشويات وخدينا فيها بروتينات نباتيه معقده شنو كنديروا؟ كنتعطلوا في الهضم ديالها، ولكن الهضم ديالها تيكون سليم ما تيكونش معقد.